بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم قناة فيكس جيمينج. نشوف هذه المباراة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هذا الفيديو إن شاء الله بيكون تجمع مباريات. الحين الساحرة مفروض يعني يكون ميجا نايت شكلنا. أوكي أوكي أوكي. أمامنا مباراة شوي فيها القلق الكثير. نلعب البيكا الآن المفروض. طبعاً هذا الفيديو بيكون تسجيل. يا 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 مشكلة مشكلة مشكلة. العربة تشكيل العربة مرة قوية. الآن هذا خلصنا من الساحرة جتنا الهياكل. فا أوكي مشكلة مشكلة مشكلة. هذه الآن مشكلة. ليش؟ إنه الخنازير ذولا حلهم الأفضل إنك تلعب فالكري. فعندنا مشكلة. انه الفالكري لازم على الساحرة ولازم على الخنازير. قرف قرف هذا الخصم. شوف كيف قاعد يضغطني حتى ما ترك لي فرصة يعني حتى افكر اني اهجم. لكن انا بهجم. هذا المطاد الهيكل مشكلة اشكالية كبيرة. الان نحط السم نتجاهل الضرر اللي سببه مطاد الهيكل. والله يعين. نقتل الساحرة اول شيء. نخلص ان شاء الله تموت. الحمد لله يعني نخلص من هم الساحر على الاقل عشان يعني نلعب البيكا. اذا اضطريت اني العب البيكا العب البيكا وانا مرتاح. بس ارمي اسم على هياكل. ايش هذا؟ لا 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 لعب من الجهة الثانية. يا ساتر يا ساتر. شايفين كيف صار معاه تجميد الان؟ خنازير مع تجميد. الله يعين. الآن نشوف نلعب حطاب. أوكي رميت الأسهم. كنت خايف يرمي هياكل والآن بتورط شوي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هجوم من جهتين. يا لطيف. شايفين كيف الحين إيش أسوي؟ أسوي لازم نلعب تجميد. نلعب الآن حطاب بسرعة انه هو الدفاع الوحيد ضد المنطاد الساحرة. اذا ماتت الساحرة لكن هذا حق تلعب المنطاد. المفروض والله صراحة انا غلطت. المفروض يعني استغل الظرف. لكن يلا عيب. اكيد عنده التجميد الان اتوقع. والله اعلم. ايوه لازم لعب التجميد على الاقل. افتكينا من التجميد هجوميا. الان احاول اصد العربة عشان نحمي الفالكري. وهي الفالكري اللي بتخلصنا من الخنازير بتخلصنا من منطاد الهيكل. الان نفس الشيء بيجمد. انا ما اعتقد. اكيد حلو حلو حلو. تقريبا هو اخطا بحساباته. كان متوقع انه يعني الساحرة تقدر تصد. الحمد لله خصم ظريف. ما ودنا نزود عليه. خصم ظريف حرام رحمته. اكيد بيكون صغير طفل. روعة روعة روعة. هذه قوة تشكيلة الحطاب بن طاد. طبعا اذا جرب واحد يلعب ضد هذه التشكيلة او ضد من طاد غضب حتى يعني بيشوف قديش قوية. قديش قوي من طاد مع الغضب. فشوف كيف الخصوم. شوف هذا بيكا تسلا بارك. هذا زي تشكيلة فيصل. الحمد لله جلدته مع الساحرة. تلاقونها بالفيديوهات الماضية. هذه عينة من الخصوم يعني عملاق ملكي مكرر كثير. ثلاثة عملاق ملكي. ثلاث مباريات عملاق ملكي ورا بعض لو لاحظتوا. طيب ننتقل للمباراة هذه. على الفيديو المقطع هذا
تجمع عدة مريات موجودة عندي، حطيتها يعني فيديو واحد، واحدة منها من المباراة من الموسم الماضي لأني مو متأكد إني نشرتها أو لا، قلت أحطها. يلا بنشوف هذه المباراة لهذا الموسم، موسم الحفار، مباراة زميلنا السنايبر قبل يومين تقريبا لعب هذه المباراة، بنشوف. بسم الله، حلوة أرواح النار. الدفاع كان شوي سيء، لعب كل هذه البطاية كان يقدر يلعب المدفع يعني ممكن يعني يختصر عليه الموضوع، ما أظن يعني ما ركزت أنا هل كان موجود المدفع يعني البداية. شوف فالكري مضاد الخنازير مع ساحر كهرب، كمالة المضادات بالبيكا أيضا. فأمامنا مباراة مرعبة صراحة، أمامنا مباراة مرعبة. نشوف مهارة البطلة ملكة الأرشر، ملكة رمية السهام. نشوف أيوة تقريبا السايكل ما كان موجود معاه. شوف شو بين الروح سوى اختفاء أرشر وين مثل أرشر مثل رمية السهام. رهيبة. شوف كيف انهت البيكا، حتى البيكا ما كان عارف انها موجودة اصلا. طبعا السايكل هذا يعتمد انه يمنع الخصم من انه يعني يحاول يتفادى اي ضرر حتى لو كان من رمية الفرقعات. هذه فكرة السايكل، يعني دفاعيا يحاول يبعد الضرر من العرضة قدام الفالكري فتورط شوي صراحة. هنا ورطة لانه عندنا الاثنين هجوم عند الخصم، وعنده رمية فرقعات، فترمي الجذع يطلع لك رمية فرقعات فجأة فورطة. والآن إيش الورطة؟ الخصم يقدر يلعب فيك الأدام، لعب ملكة الآرشر ممكن يشوف فيك. الخصم الآن لعب الفوق، لعب الخنزير، سوى سايكل مدفع فتصرف سريع. الآن يلعب تحت كهرب، أيضا الخصم يدافع بالمبنى. خربانة. يا سلام، سوى سايكل سريع كان المدفع الثاني على طول، فشيء رهيب، شيء رهيب. يلعب الزلزال صح، يلعب المدفع صح، المدفع بالوقت الصح، وزلزال بالوقت الصح، لكن مضطر يخلص المباراة بالزلزال. لذلك يعني قرار انه يلعب الزلزال بجهة اليسار كان مضطر. فمرة صعبة المباراة، مرة صعبة يعني قدامنا بيكا، قدامنا ساحر كهرب، قدامنا قوية الخنازير، الفالكري، ساحر كهرب والمورتر. جاي بيكا مع خنزير، شايفين كيف؟ يا لطيف 280. الآن زلزال استقبل لكن ما وصل. الآن مرة ثانية خنزير الثانيين على طول، سريع. يعني والله شوف كيف الخنزير. واو، خنزير الخنازير، والله خنازير. واو شيء خرافي. يعني والله لو كان عنده مزرعة خنازير ما صار زي كذا. ايش هذا؟ اوف، ايش ذا؟ رمى 12 خنزير ورا بعض خلال اقل من دقيقة، شفنا مجموعة خنازير. يعني حتى ماكدونالدز فرع دالاس تكساس ما قدر يصرف الخنازير هذه بالوقت القياسي ذا. الآن عمبارة عزوز ميجا نايت مع خضافيش وجه ملك الهياكل من الهياكل أرضي فقط. بذلك الخضافيش اشتغلوا شغل رهيب جدا الآن. لذلك يعني أشقياء الاثنين دول كانوا ضروريين عشان يتعاملوا. أوكي 350
تصوري ممكن يخسر الزوج؟ ممكن. احنا الان جنايت بس تفوت من شرطها بدنا نشوفها مره ثانيه فهمت. شيء رهيب شيء رهيب الخصم مقابل الهياكل ما في غير الهياكل قوي قوي صراحة قوي جدا ايه صراحة يعني كان محترم الخصم قوي جدا الغول العملاق والله قوي جدا فكروا فيه الان بنشوف ابو فجر ضد ميجا نايت ولا ضد ميجا نايت ميجا نايت ذيب نار تلعب غولم يعني احتمالك يكون على بقية الخرافيش هذه الباقية وانك تقرب صاعق على تنين النار على الاقل مشكلة من حال صاعق وقفة 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 كذا تنين النار جالس ينهي ويدور الغولم والله مشكلة صراحة الخصم هو اللي ضرب الصاعق المفروض انت تلمو فكرة يكون معك هجومين الأسوأ إنه يعني لا أنت لعبت الصاعق ولا لعبت العصار فضاع عليك ضاع عليك الغولم وبعده ضاع المطار الخصم عندي دفاعات جوية مين نار خرافيش عندي دفاعات نوعا ما دفاعات دفاعات قوية قوية الجنايت لكن طبعا المفروض يعني المفروض المجنات ما يقدر الغولم المفروض يعني هذا الشيء الغريب فجأة خصمان المجنات بصير يعني حط كل شيء جاهز حط النار ماتت يعني ماتت سهلة هذا الشيء اللي كان معتمد عليها الآن لازم يكون مطاري لازم 129 ثانية ما تنسى هذا من الغضب شاهد الغضب كان غلط وصل الخنزير تم التدمير عندك برق خصم ظريف يستاهل الفوز عندك برق عندك برق كان مفروض يعني تلعبوا على التنين النار الخصم يبدو لي يعني لعب التنين النار قدام شوي عند الجسر النهر فايضا هذا ايضا كي نشوف شمكن فيك سبام شوف كيف ما نحط فيك شيء عشان ما يخلي الخصم يوجه المباراة في الجهة كرة نار عندي ما هي المباراة فمن هدف معركة اليوم عرف التشكيلات تشكيلات الزملاء والاصدقاء ونشوف يعني الخصوم اللي قاعدين يقابلونهم وكيف تشكيلاتهم وتوجه الخصوم كيف يتعاملون مع الخصوم باستعمال هذه التشكيلات احيانا تنجح احيانا ما تنجح احيانا يكون الخصم مضاد وصعب استمتعتوا هذا ال ناخذ الغول العملاق هلا 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 هذا التعبير التعبير ايوه ذو موسيقى عطني رميات الاسهم رهيب الى اللقاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.